طيران الخليج بتحاجج حق المواطنات بموضوع ان تعالوا انتوا مو مستوفين الشروط والى اخره. معالي الرئيس، طيران الخليج يوزعون خمر في الطيارات، لما بيجون حق البحرينيه يشوفون فيها تاتو تجميل صغير يقولون لا انتم مو مستوفين الشروط، ما يجوز، احنا ما يصير عندنا بنايه تحط تاتو. زين تجميلي مو يعني بعد طوله يعني تقريبا نص متر، تجميلي في يده، معقدين الشروط على المواطنات حتى ما يشتغلون في طيران الخليج، وهذا الشيء انا مسؤول عنه.